مصطفى جمال الدين شاعر ورجل دين، ولد في مدينة الناصرية وسكن مدينة النجف وأكمل دراسته فيها. نال شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد في قصيدة أيها التلميذ. أيها السابح في بحر الغدي يا شراع الأمل المتعدي، يا نشيد القلب في أفراحه وأهازي الهوى في الرغد، بك آنست على بحر المدى صورة تعكس آمال الغدي، فوجدت الحق والعدل على نزوات الباطل المضطهد، ورأيت العلم يبني عرشه في بقايا الخطل المستعبد. أيها التلميذ ما اسعدني يوم تهفو لتهنيك يدي، يوم تلقاك جموع همها أن ترى كيف تصدرت النديم.